الآن تستطيع التخلص من الطرق التقليدية في ممارسة المهن التربوية، وتبدأ في اكتساب مهارات تجعل عملك أكثر متعة مع مدخل أكثر. ما هي المهن التربوية المتواجدة حاليا والمطلوبة في سوق الشغل؟ كيف يمكنك الانتقال من التكوين ثم إلى الاحتراف ثم نحو صناعة ماركة شخصية ناجحة؟ ما هو سر التميز في المهنة التربوية؟ كيف يمكنك أن تصل لمستوى الخبير في ميدان تكوينك؟ انضم الآن إلى أكبر تجمع تربوي وتعلم كيف تصنع من نفسك ماركة شخصية ناجحة. ستحصل في نهاية الملتقى على شهادة المشاركة، وتشارك في القرعة للفوز بجوائز تربوية قيمة.